اغلى قطعه عندك او اغلى هديه اجتك ذهب، ايش قد كان سعرها او ايش قد كان وزنها؟ من هاي اللي ما تنسيها ابدا. هي اللي ما تنسي مو بالثمن ولا بالوزن، ولو حتى خاتم يعني بسيط بسيط او شبع، هو هذا يكون اعز شيء عندي. زين، شنو الهديه اللي ما تنسيها حتى لو مو غاليه؟ هديه رب العالمين انطاني صوت الحمد لله والشكر. اريد شيء مادي عوفك من هاي، شيء هديه. والله ما عطر عطر. هذا يريد فراق، هذا مو خوش. تؤمنين بهاي السوالف؟ شنو الفال الفراق هذا مثلا العطر فراق المدري شنو؟ لا 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 ايام رب العالمين لا ما تؤمنين. لا لا ولا الاحلام، تفسير الاحلام ما تفسير الاحلام؟ لا لا ما. زين، بكم مطربة تأثرتي ببداياتك؟ تأثرتي بأصواتهم، مطربة أو مطرب؟ والله ما أتذكر بهواية، والله فنانين يعني عندنا ما شاء الله، عندنا كثير فنانين معروفين. أي مثل سواني صغيرة يعني كنت مو يعني هواية أقلد أي مطربين. أنت اللي ظهرتي وياهم يعني نفس طبعا أنت أجدد منهم، هم أقدم منك، بس ظهرتوا نفس الوقت. يعني نقول وحيدة خليل، حمدية صالح، صبيحة ذياب، قصدي اللي غنن الريفي، هم أقدم منك طبعا. صحيح، أقدم من عندي. شلون كانت العلاقة بينهم؟ كنت تشوفيهم ويشوفوك؟ اي لا يعني علاقة طبيعية ما عندنا شيء. منو أقرب وحدة كانت عليك عندك بينك وبينها صداقة من المطربات؟ لا ماكو يعني، بس صداقة فنية يعني. زمالة. زين، ساجدة أنت بديت تغنين من السبعينات، ليش شهرتك بدأت بالتسعينات؟ ليش 20 سنة يلا انعرفتي للناس؟ مو صح كلامي؟ اي صحيح، انا كنت يعني انا كان عندي برود من هاي الشغله ما اعرف، من قد ما قمت يعني حبيت الغنى وابدي اسافر واطلع، فما عندي مجال اجي اسجل يعني هذا. ولا برامج ولا كليبات؟ أي ولا كليبات هم انا ما عندك. يعني فتره الفيديو كليب ما شفنا ساجدة عندها فيديو كليب. صحيح. ليش انت شاريتي؟ اي والله انا سبب. ما تحبين تمثلين لو؟ لا بالعكس، بس انا قلت لك يعني مجالي صار كله اغاني فن وطلع برا اطلع. اي مثلتي قبل بالمناسبه على المسرح هيك لو لا؟ شلون مثلتي على المسرح مثلا لو لا؟ مره واحده مسرحيه. اي صح. انت صحيح. وما كررتيها؟ لا ما كررتها، دائما مشغوله بالحفلات.